عرض الآليات والمعدات المتحرك. هذه المنظومة المتكاملة في أبعادها هي العقد الفريد، والتي تعمل دائما في تناغم وتميز وتعاون محترف مع منظومات التسليح للدول المشاركة في تمرين درع الخريج المشترك واحد. تمر من أمامكم كوكبة من الآليات العسكرية، والتي تمثل مجموعات رمزية لما تشمل عليه قواتنا المسلحة من قدرات فائقة التسليح، وكذلك عددا من آليات ومعدات بعض الدول الشقيقة المشاركة في هذا التمرين. معدات وآليات القوات البرية الملكية السعودية الركيزة الأساسية على مر التاريخ، وهي الدعامة الرئيسية لمسيرة النصر في قواتنا المسلحة، والتي تمتاز بكفاءة ضباطها وأفرادها، فهم المدربون بكل كفاءة واقتدار على ترسانة متطورة من الأسلحة القتالية. إنهم نخبة عالية الهمة من الضباط والأفراد، موشحون بسلاح الطموح وسلاح الصبر والإرادة، مدربون بكفاءة عالية على أعلى المعايير القياسية. إن هؤلاء المذهلون في نشاطهم وكفاءتهم، المبدعون في عطائهم المنتظم الدقيق، يعشقون دوي المدافع وصواريخ الرادمات، ويذهلون الأعداء بقوة الضرب وحسمهم للمعارك. سلاحهم القوي مصدر ثباتهم، تدمير العدو وتشكيلاته مصدر ثقتهم، قوتهم وسرعتهم مصدر عزهم وافتخارهم. تمر من أمامكم الآن يا سيدي معدات وآليات القوات البحرية مختلفة المهام والتسليح والأحجام والأنظمة، يتقدمها مدرعة مدولبة خفيفة الحركة، تستطيع المناورة بكل سهولة، ولها عدة أنواع تستخدمها مشاة البحرية في مناوراتها العملياتية. يليها عربة الإزالة التابعة لوحدة الأمن البحرية الخاصة، مجهزة لمهام إزالة المتفجرات. يليها عربة الأكمات، عربة قتالية تستخدم للاستطلاع وتنفيذ مهام القوات الخاصة. تليها زوارق العمليات الخاصة، تستخدم للمهمات الخاصة السريعة والاشتباك مع أي زورق بحري وتسهيل مهام الاقتحام وعمليات مكافحة الإرهاب. يمر من أمامكم الآن نظام صواريخ باتريوت، وهو أحد أنظمة الدفاع الجوي مضاد للطائرات والصواريخ معا، ويعتبر من أكثر الأنظمة كفاءة وفعالية. يليه نظام صواريخ هوك، أحد أنظمة الدفاع الجوي متوسط المدى، له القدرة على اكتشاف وتدمير التهديدات الجوية المعادية والتعامل ضد التشويش الإلكتروني. يليه نظام صواريخ شاهين، أحد أنظمة الدفاع الجوي سلاح قصير المدى مضاد للأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة جدا، يتميز بدقة التدمير وكثافته. يليه نظام المدفعية 35 مضاد للطائرات، سلاح يتعامل مع الأهداف الجوية التي تطير على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة جدا. يستعرض من أمامكم سيدي هذا السلاح بقدراته العالية التي تحتوي على رادار متطور يقوم بعمليات البحث والتتبع. وزارة الحرس الوطني، ها أنتم الآن تشاهدون عددا من آليات ومعدات وزارة الحرس الوطني، والتي تعد أحد أهم القوات العسكرية السعودية والمشاركة بفعالية عالية مع مهام وزارة الدفاع أثناء الحرب ومساندة وزارة الداخلية، وهي اليوم تفخر بجاهزيتها القتالية وكفاءة منسوبيها وقدراتهم العسكرية في تأدية واجبهم الوطني في كل زمان ومكان. إن وزارة الحرس الوطني تعمل بتفان وإخلاص في سبيل تطوير الحرس الوطني على أحدث التجهيزات والمعدات العسكرية،
وبتفوق وتميز للضباط والأفراد العاملين على هذه المنظومات الحديثة. ها هم يستعرضون من أمامكم بعزم الرجال وفدائية الأبطال، ويسطرون للعالم أجمل عبارات التميز في فنون الحرب وشراسة المقاتل العنيد. قوات حرس الحدود، ها أنتم ترون عددا من آليات ومركبات حرس الحدود، أولئك الرجال الذين بعطائهم وتضحياتهم جيلا بعد جيل أصبحوا لحدودنا درءا واقية وحصنا منيعا لسلامة الوطن والمواطنين. تحتوي آليات حرس الحدود على مدرعات خفيفة الحركة ذات قدرات عالية على المناورة، مزودة بأحدث ما وصلت إليه التقنية الحديثة، وكذلك عربات مخصصة لنقل الجلود والإخلاء، وعربات التدخل السريع، كما تحتوي على زوارق الاقتحام والتي تستخدم في إسناد عمليات مكافحة الإرهاب البحري وحماية المرافق البحرية. كما تحتوي على كاميرات حرارية تعمل بالأشعة تحت الحمراء القادرة على الكشف الأحداث ليلا ونهارا، بالإضافة إلى عربة الاستطلاع SRV من العربات المتطورة والتي انضمت حديثا ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لحماية الحدود. في هذه اللحظات تمر آليات مشاركة من مملكة البحرين الشقيقة، والتي يعمل عليها نخبة من الضباط والأفراد المقاتلين بكفاءة وتميز. إنما تشهده هذه القوات من عمليات تطويرية ليجعلها قادرة على تنفيذ أي مهمة تكلف بها لحماية أمنها واستقرارها، كما أنها لا تتوقف عملية التدريب والتأهيل المستمر على كافة الأسلحة في داخل مملكة البحرين وخارجها. لقد أسهم هذا التأهيل بعون الله في تحقيق أهدافه المتمثلة في حفظ الحدود وأمن الوطن والمواطن. الإمارات العربية المتحدة، تمر من أمامكم الآن مجموعة رمزية من الآليات العسكرية للإمارات العربية المتحدة، والتي تتميز بتطورها وتقدمها المستمر في جودة التسليح وتأهيل الكوادر المتدربة على العديد من المنظومات التسليحية الحديثة وبصناعتهم الوطنية المتميزة. دولة الكويت، ها هم أبناء الكويت الذي يقدم أبطاله البواسل أنموذجاً فريداً للعمل الوطني والعطاء الجاد بكل صدق وإخلاص، والذين يحافظون بكل حرص على أمن الكويت الحبيبة، ويدعمون قدراتها على توفير الحياة الكريمة لأبناء شعبها ومواطنيها. وفي نهاية هذا العقد الفريد من الآليات والمعدات الأرضية، تشاهدون المستشفى الميداني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الملكية السعودية.